اللي جاي صعب، لان انا سمعت كلام امبارح او من امبارح للنهارده في بعض التسريبات على توقيتات اتحاد كره القدم لمباريات الكاس. وبالمناسبه كان معايا احمد ثابت وكريم سعيد هنا من يومين، واتكلمنا في هذا الامر، ان اتحاد كره القدم عايز يعمل مواعيد معينه عشان ينتهي من كاس مصر قبل مباراه السوبر الافريقي اللي هيلعبها النادي الاهلي ان شاء الله اعتقد يوم 26. وبالتالي هو عايز يلعب اربع مباريات في اقل من 15 يوم. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه، بقول لحضراتكم الكلام ده اتقال من يومين او من ثلاث ايام هنا في البيت الكبير. هو ليه حضرتك عايز تخلص الموضوع كله قبل يوم 26؟ هو حضرتك عايز تخسر النادي الاهلي السوبر الافريقي؟ انا اعتقد ان حضرتك مصري وعارف ان كل اعضاء اللجنه الثلاثيه ناس محترمه من فضل حضراتكم. اذا كان التسريبات دي صحيحه، اذا انا ما اعرفش، انا مش هقدر اتكلم بشكل غير لما اشوف الموضوع الرسمي هيعلن ازاي. الموضوع الرسمي من اتحاد كره القدم، هل هيعلن على التوقيتات دي زي ما شفناها؟ اللي هي مش عارف يوم 9 ويوم 12 ويوم 14 ويوم 17 كل المباريات ورا بعض؟ هننتظر لحين الاعلان عن هذا الامر. محدش فينا هيقدر يتكلم غير لما نشوف الموضوع بشكل رسمي. اتحاد كره القدم لازم يعمل في حسابه ان انت خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بتلعب كل يومين او ثلاث ايام مباراه، بعد كده اللعيبه هتاخد اجازه يوم او يومين او ثلاثه او اربعه زي ما هيدي لهم موسيماني، و10 لاعبين او 11 لاعب سيتم انضمامهم لمنتخبنا الوطني. ده لسه سيتم الاعلان رسمي خلال بعد يوم الجمعه اللي جاي. وبالتالي اللاعبين مش هيريحوا، هيطلع من مباريات النادي الاهلي مباريات الدوري الى منتخبنا الوطني، الى مباريات منتخبنا الوطني، بعد مباريات منتخبنا الوطني هيرجع يلعب كاس مصر كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه. هو مين ده اللي هيقدر يعمل كده؟ وبعدين ترجع تقول لي اصل انت خدت الدوري او خسرت الدوري؟ لا، محدش هيقبل بكده. أنا كأهلاوي أنا الحقيقة شايف إن لو تم ضغط هذه المباريات بهذا الشكل هتبقى الأمور صعبة جدا. ولكن خلونا ننتظر، وزي ما قلت لكل مقام مقال. هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاية، إحنا خميس وجمعة وسبت إجازة وهنرجع مع حضراتكم يوم الأحد تاني نبتدي نتكلم في هذا الأمر مرة تانية. وهيكون اجتماع اتحاد كرة القدم مع الأندية ظهر، لو الكلام ده غير صحيح خلاص أنا ما عنديش مشكلة، ولكن أنا بقول من دلوقتي إن لو الكلام ده طلع صحيح هتبقى معرفش لعيبة الأهلي هتلعب إزاي. أنا ما عنديش فكرة لعيبة الأهلي هتلعب إزاي. من فضل حضراتكم لكل المسؤولين في اتحاد كرة القدم، من فضل حضراتكم بصوا على السوشيال ميديا عشان تشوفوا الغلط اللي حصل. ما هو في كلام مش هنقدر نقوله، مش هنقدر نذيع الفيديوهات اللي حصلت إمبارح وحصلت جوه الملعب وباشتراك اللاعبين مع الجمهور وفي وجود مراقب وحكم المباراه. وبالتالي ده اللي هقدر اقوله دلوقتي، ولكل مقام مقال نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه في هذا الامر. لان احنا داخلين على مباريات كاس، وبعد مباريات الكاس هنبدا دوري جديد والكلام ده كله. فمن فضل حضراتكم، ثقتنا كبيره فيكم، فمن فضل حضراتكم شوفوا المواضيع دي، ولو سمحتوا حد يرد علينا كالعاده. وعلى فكره لما حد بيرد علينا احنا بنكون اول ناس بنقول ان في واحد اتنين تلاته حصل وترد علينا بواحد اتنين تلاته، وبنحيي هذا الموضوع. في ماتش السوبر لو تفتكروا كهربا توقف لنهايه الموسم، توقف لنهايه الموسم، وبعدين خلوها 10 مباريات يعني تلت موسم. طيب خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، وزي ما قلت لحضراتكم دائما ولكل مقام مقال.